صباح الخير أهلا وسهلا. سيد نادر. اليوم موضوعنا على العنف، وحابين انه نستفيد من حضرتك ومن خبرتك بتعاملك مع اللاجئين ان كان العراقيين سابقا ان طيب. كان السوريين. أهلا وسهلا، خليني أبدأ الحكي على طول. أولا، في مشكلة لو حكيت باللهجة المصري؟ لا تفضل. أكيد. كويس. أنا طالب، اسمي نادر، أنا طالب بمدرسة جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان. سبب أني أنا اخترت دراسة اللاعنف وحقوق الإنسان هو من واقع خبرتي الصغيرة في مجال اللاجئين، أني تعاملت مع مختلف أنواع اللاجئين تقريبا بخمس حروب حتى الآن، واكتشفت اكتشاف أني ما في حرب لها فايدة، ولكن كلهم ناس بيكونوا مدفوعين بأهداف اقتصادية، بأهداف طمعية، بيستغلوا فيهم الطبقة القليلة العلم، بيستغلوا عواطفهم في سبيل تحقيق أغراض لناس تانيين. اكتشفت أن العنف هو مش وسيلة لعلاج أي مشاكل، ولكن باللاعنف احنا بنقدر نحل مشاكل كتير جدا. مشان هيك أنا سجلت الجامعة، وحابب اني انا اخذ خبرة اكتر بهالمجال مشان اقدر ان شاء الله اقدر اعمل شيء على مستوى اللاجئين، على مستوى تدريبهم ان هم ينبذوا العنف، ان هم يبدأوا حياة جديدة خالية من العنف كوسيلة لحل مشكلتهم. سيد نادر، حضرتك سبقتني، واللي هو كان السؤال اللي بدي اسألك اياه بالبداية، لماذا تدرس اللاعنف؟ اللاعنف هو الوسيلة الوحيدة لحل اي حروب قائمة حاليا، لأن العنف لا يولد إلا خسارة للطرفين، أما اللاعنف فهو بيسبب نجاح للطرفين، الطرفين بيكونوا كسبانين باللاعنف. خليني أحكي لكم قصة صارت معي من قريب. كنت بإحدى المخيمات وكنت عم نعطي دروس توعية بإحدى الجلسات التوعية دعم القدرات، بنوريهم كيف يقدروا ينظموا لجنة للمخيم. فأنا فوجئت إجا صاحب الأرض المستأجرين منه الخيمة ورافع مسدس ورافع بندقية وبيهددنا، أنا حقتلكم، أنا حكسر لكم عربياتكم، أنا حقطع رجلين المنظمات الدولية من المكان هنا، أنتوا وقفتوا شغلي، وقفتوا حياتي. طبعا كان معي واحدة تقول لي، قاعدة ترجف كده وتقول لي أنا هعمل، يلا يلا بينا نهرب، يلا بينا، ده زلمة يعني مؤذي. قلت لها لا، احنا المفروض طلبة لا عنف، انا طالب لا عنف، المفروض احاول استخدم اللا عنف في التحاور مع الطرف العنيف. فالناس طبعا قاعدين مستغربين، وهي قاعدة رح تقايم طبعا ورايح ناحية هذا الرجل. فورا خبرته، قال لي شو بدك؟ قلت له انا الصراحة انا ما بدي شيء، بس انا احنا حنمشي، بس انا حابب شغلة واحدة. قال لي شو؟ قلت له انا ما حابب اني امشي من هون وانت زعلان. انا سكت، قلت له انا اول شيء انت معك حق تماما انك اللي بتقوله صح، لان احنا وقفنا رزقك، هدول الناس اللاجئين اللي احنا كنا بنديهم دروس هم بيشتغلوا بالارض، واحنا وقفنا الشغل تبع الارض. وانت سامعين طبعا صوت الاحداث اللي بتصير حوالينا. وقفنا شغلهم في الارض، واكل عيشهم اهم بكثير من الكلام اللي احنا بنقوله، واكل والشغل تبعك اهم كثير من الكلام اللي احنا بنقوله، وانا ما يرضينش انك نمشي وانت زعلان. هل هناك نوع من الاستغلال في هذا العمل؟ لا، كان في تراضي، بس هو بيشغلهم زي العبيد، يعني من الصباح من الساعه 7 الصبح للساعه 7 المساء ب 10,000 ليره، 15,000 ليره. المهم، فقال لي يعني سكت. قال لي خلص، قلت له هي كارت تبعي لو احتجت اي شيء بالمستقبل. قال لي يعني انت شو بتدرسه؟ قلت له انا ما بدرس شيء، انا بخليه كيف يكون اكثر فايده للمجتمع اللي هو فيه، كيف يكون اكثر فايده للمجتمع الجديد اللي هو عايش فيه. قام هو فهم ان هو الموضوع حيفيده هو كمان، انا هعلمهم يكونوا ايجابيين في الارض. قام بعد ما كان بيقول لنا اطلعوا بره، وبعد ما بيقول لنا لا تقعدوا، قام قال لي لا بس انتوا بتيجي بوقت الشغل، شو رايكم تيجوا في يوم ثاني؟ يوم الجمعة بعد الصلاة يكون الناس قاعدين. قلت له على عيني، أهلا وسهلا فيك. بس هذا أكبر مثال فعلي صار معي من يمكن 3 4 أيام على إن استخدام اللاعنف
ممكن يؤدي إلى حل يفيد الطرفين. كان ممكن أنا بمنتهى البساطة يا إما أطلع أجيب السكيورتي ونتخانق معه، إحنا الاثنين هنخسر، إن أنا هخسر الناس وهو هيخسرنا، يا إما أنسحب. في الحالة دي هو كسب وأنا خسرت، بس لما أنا أجيت أتحاور معه فإحنا الطرفين كسبنا. وبالتالي ممكن تشرح لي بشكل بسيط عن فهمك للاعنف؟ اللاعنف هو وسيلة لحل معظم المشاكل الموجودة في عصرنا الحالي، هو باستخدام الحوار واستخدام النقاش للوصول إلى حلول وسطية ترضي جميع الأطراف المعنية. بالتالي سيد نادر، كيف بتفسر للناس أنه اللاعنف هو ضرورة للمجتمع طبعا وللحياة المشتركة؟ لأن إحنا اللاعنف إحنا بدل ما نطلب اللي إحنا ما بدنا إياه، إحنا بنطلب اللي إحنا عايزينه، والناس لما تحقق لنا اللي إحنا بدنا إياه فهي هتحقق لنا بدافع ليس الخوف وليس القهر، ولكن بدافع الاحترام وبدافع الأخوة. إن العنف كل الأديان بتدعو إلى المحبة، تدعو إلى الخير، تدعو إلى الأمان، تدعو إلى احترام الغير. وحتى في الدين الإسلامي وإن جانح للسلم فاجنح له، ولا تزر وازرة وزر أخرى، العفو عند المقدرة. كل هذا موجود، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ننصر أخانا، انصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال بمنعه من الظلم. كل هاي الشغلات بتحسنا ان احنا نخلي اللاعنف هو وسيلة وقانون نقدر نحل به اي خلافات موجودة بالمستقبل. ممكن كل مشاكل العالم بفضل اللاعنف تقدر تتحل. وشكرا لكم. شكرا لك سيد نادر.